مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع المخصص لفيات الجعدان. الحقائق مسافتنا هي 3 كيلومترات. نبدأ مع المركز الأول وننطلق على صدارة هذا الشوط. هناك المختبر، يتقدم المختبر، يقدمه سعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني ملاقط يأتي على المركز الثاني، يقدم لنا ملاقط حمد بن سعيد بن محمد بن زاهرة الخيلي، يقدم لنا ملاقط في هذا التحدي. المركز الثالث مبلش سالم بن محمد بضبيعة الكتبي يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع هنا منذر لمحمد بن حماد بن العرادي البلوي بشعار ممثل المدام الدايم سيب بن علي بن كليب الكتبي، وأيضا هناك من الجانب الأيمن هناك الوصول مع شعار علي بن سلطان بن رشيد الكتبي، يقدم انطلاقات هذا الشعار، وايضا الوصول مع شاهين سعيد بن مايد بن سالم الكتبي، يقدم لنا هذا الشعار ويقدم انطلاقات شاهين في هذا الشوط. وايضا وصلت الاسماء، وصلت الشعارات في هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، هنا الوصول والتحدي مع انطلاقة شاهين سعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني، يقدم انطلاقات شاهين في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المميز والرائع والجميل، والأسماء والشعارات قادمة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والجميل. ولكن نعود من حيث ما بدينا إلى المركز الأول، إلى التغييرات، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول. غير الغيلاني إلى المركز الأول، إلى انطلاقات شاهين سعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول مع رعد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي، الأسماء قادمة، الأسماء قادمة، وهنا الوصول أيضا. وصل حملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، يقدم لنا حملول. بدأ يغير في هذه اللحظات، بدأ يغير إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط وإلى المركز الأول. ولكن مشاهدينا متابعين الكرام، غادرنا لوحد الكيلو الأخير يا متابعين يا محبين لهذا التحدي، لهذا الانطلاق. ولكن حملول، والدكتور وأيضا الغيلاني، هنا الأسماء القادمة والشعارات المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والجميل. ولكن هنا البداية، عاد شاهين إلى المركز الأول وعاد رعد دنت رعود التحدي. يا علي يا بن سلطان يا بن رشيد مع المركز الأول، ولكن هملول. وشوف لي أيضا القادم ظبيان 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 راشد بن سعيد بن سهيل بن دلاوي الكتبي، يقدم لنا ظبيان في هذا التحدي. ولكن شوف للرسمية الرسمية الرسمية الرسمية، وصل بن قروش ليقدم لنا الرسمي في هذا التحدي. مبارك بن سالم بن قروش العويسية قادما في هذا التحدي. ولكن هملول، راح مع البداية، راح مع المركز الأول، ولكن قادم ولكن خلاص. هملول السلالة الهملولية، سلامي عليك يا بن حميدان حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، من قدم هذه النوعية الممتازة وقدم هذا الاسم المميز. سلام يا بن حميدان، سلامي على هذا الأداء المميز. المركز الثاني هنا ظبيان راشد بن سعيد بن سهيل بن دلاوي الكتبي. المركز الثالث هناك العلي بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع الرسمي مبارك بن قروش العويسي. المركز الخامس هناك سعيد بن مبارك بن دعباس. التوقيت الزمني 4:33 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.